جيران في الشعر هو شعار اللقاء الشعري المغربي الإسباني الأول الذي نظم بالرباط بحضور مجموعة من الشعراء والأساتذة الجامعيين من إسبانيا الذين تقاسموا تجاربهم الأدبية مع طلبة شعبة الدراسات الإسبانية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. استهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين مثقفي وشعراء المغرب ونظرائهم في إسبانيا وخاصة في الأندلس، هذه المنطقة التي تجاورنا ونجاورها، تسكننا ونسكنها. هذه التظاهرة الثقافية تدخل في إطار تمتين العلاقات المغربية الإسبانية ثقافيا، ونحن نعرف جيدا ما للثقافة من سلطة ومن تأثير على الشعبين. هو لقاء من شأنه أيضا تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية والحفاظ على التراث الأدبي والتاريخي والإنساني المشترك الذي يجمع بين البلدين. هذا اللقاء بين الطلبة وكتاب من الأندلس من إسبانيا، وسيكون حوار مفتوح، سيتقاسمون تجربتهم و يعني أهدافهم من وراء كتابة الشعر والأدب والأهمية التي يكتسيها الأدب خصوصا في التقارب بين المغرب وإسبانيا. فعالية هذه التظاهرة الثقافية المنظمة من طرف بيت الشعر في المغرب وجمعية الصداقة الأندلسية المغربية تمتد حتى 2 مارس المقبل بحضور نخبة من الشعراء والأدباء المغاربة والإسبان.